مساحتنا الصباحية الأولى نور حتكون عن الأسرة وخصيصا الأطفال. دائما الأسرة هي المكون الأساسي لتربية الأطفال وتكوين شخصيته، هو المكان الطبيعي أساسا لامتصاص الطبائع الاجتماعية للأسرة. واليوم حرمان الطفل من هالمكان الطبيعي ممكن يسبب خلل بتوازنه ونموه ويخلق منه شخصية غير متوازنة أيضا. نور، أكيد زينب، اليوم قديش فعليا يمكن في إسقاطات نفسية وجسدية ومادية تقع على عاتق الطفل بعمر صغير بسبب البيئة والمحيط والمناخ، فكيف إذا كان صحيح الطفل يتيم ويلقى رعاية بدار الرعاية؟ اليوم عم نشوف يمكن كثير من الأهالي أساسا مش قادرين يرعوا أطفالهم صحيح بصحة نفسية كثير سليمة. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا هناء نيازي، استشاري أسري تربوي، وحضرتك أساسا مديرة دار أيتام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الفل، صباح الورد، وشكرا على انتقاء هذا الموضوع لأنه جدا مهم وبحاجة إضاءة كتير كبيرة عليه. يسعد صباحك يا صباح هناء. الورد. يعني عم نحكي عن موضوع انه اذا كان المكان طبيعي احيانا بلاقي مشاكل نفسية اذا ما كانت الانتباه كثير من الاهل، فكيف اذا كان بميتم او حرم من هذا المكان الطبيعي؟ خبرينا اليوم يمكن عن المشاكل النفسية اللي ممكن يعاني منها اليتيم بداية قبل ما نفوت بالتفاصيل الثانية. بداية شو رأيكم نعرف اليتيم يعني لحتى يكون واضح؟ اليتيم هو اللي فقد الام او الاب بي 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 بطريقة معروفة أو غير معروفة، يعني هو مبعد عن الأم والأب اللي هن كتير أساسيين لحتى يكون نموهم النفسي صح، وحتى نموهم الجسدي ونموهم الفكري، النمو على كافة الجوانب يكون صحيح. ولكن في يتيم ما حدا دريان فيه، هو اليتيم اللي موجود بين أسرته ولكن أهله فعلا كمان مغيبين، مغيبين بالاهتمام، مغيبين بالتربية الصحيحة، حتى بالرعاية. يعني حتى نحن أحياناً بنفاضل إنه بين التربية والرعاية، التربية هي تنمية شخصية والرعاية هي تنمية جسده أو الاهتمام بأمور واضحة عليه. للأسف في بعض الأسر يكون الطفل يتيم مع وجود الأم والأب، وهيدي عم نشوفها هلأ ونحن بنحط لها عنوان الإهمال، فهذا أيضا يعتبر من أحد صفات اليتم ولكن غير المصرح. لما حضرتك عم تسأليني إنه شو أغلب الأشياء اللي بتكون مرة على الطفل، تخيلي أنت طفل محروم من جذوره الطبيعية، من بيئته الحقيقية، من الشيء اللي بيشبهه، من أهم مصدر للعطف للحنان للرعاية، يكون محروم منه. ما بتتخيل قديش الشعور بشع، ما بتتخيلي نظرة الطفل لما بيوصل قديه فيها ألم، عيونه بتحكي وجع، بتحكي قصص ما فينا نحن نكتبها قد ما فيها شيء عميق جدا للافتقاد، للوحدة، للاغتراب. هو بحس بالاغتراب وهو طفل، الاغتراب صحيح. هو شعور الوحدة، فهذا شعور كتير بشع إنه طفل يعيشه أو يعاني أو يتعامل معه. فبعد منا نحن بنجي على كثير مشاكل اساسها الا تستقى بالنفس، لانه هو بحس حاله ضعيف، هو بحس حاله بلا سند، هو بحس حاله انه انا العالم كلياته ما في حدا بيفهمني، ما في حدا بيحس فيني، ما حدا بيقدر يدعمني. فهذا الاساس والبيزك الاساسي لحتى تطلع عنا كثير من المشاكل النفسيه. كمان الاشياء اللي كثير انا بلاحظها عند هدول الاطفال هي عدم الانتماء. هنا ما بيحسوا بالانتماء للمكان. صحيح. ليه؟ بحكم انه هو مؤسسه، فدائما في تغييرات، دائما الام البديله، في شيء متجدد، في قوانين تطبق عليه بدون اي كيف بدي اقول لك مسؤوليه عنه هو او رايه، من تصنيف، من فرز، من اعاده صياغه، فكلها هي بتاثر كثير على الطفل، من شعور فقدان شعور الانتماء وعدم الثقه بالنفس. وفي شيء كثير اساسي، يعني انا ما عم احكي لك الاضطرابات لانه ما بدي احددها او اوصم الاطفال بهذا الشيء، انا عم اعطيكي اسبابها. في شعور الغضب، شعور الغضب المكبوت جواته، شعور الغضب المكبوت على اهله، على المجتمع، انه ليش انا؟ في كلمه يتيم كثير بتوجع عنده، طريقه تعامل المجتمع لهيدا يا ريت ونظرته نحكي فيها بتعاملنا مع اليتيم كثير لها اثر كبير. في شعور الغضب اتجاه القدر، انه ليه انا؟
لما بيروحوا على المدرسة، لما بيخالطوا حدا مع أهله، مع كلمة بابا كلمة ماما، هذا كتير مؤلم بالنسبة له، ففي شعور غضب مكبوت، وطبعا هذا بيخلف كتير من الاضطرابات النفسية إذا ما قدرنا نتعامل معه بالطريقة الصحيحة. هاي نقطة يمكن حطيتي إيدك على الوجع، لما ما نقدر نتعامل معه بالطريقة الصحيحة، ويمكن هي نقطة أساسية. يعني يمكن قد ما قدرتي تعوضي اليتيم، ما فيك تعوضي أبدا عن الحالة النفسية الموجود فيها أو الموضوع فيها، بس قديش بيلعب دور كتير كبير دار الرعاية. يعني نحن اليوم بنشوف أهالي أساسا غير قادرين يرعوا أطفالهم، وقلنا بالمقدمة، وعم يعانوا من مشاكل نفسية، ظروف اقتصادية صعبة، ظروف معيشية صعبة. فقديش فعلا دور الدعاية إذا فعلا قادر يرعى اليتيم بيخفف كل هي الضغوطات النفسيه، بيخفف كل هي المشاكل النفسيه. يمكن اكيد رح يكون في مشاكل نفسيه، بس قديش انا قادره اني خففها، لانه قد ما كان دار الرعايه قلنا ما في يعوض. واحيانا بنسمع دغري احاديث بدار الرعايه، انسه ضربت، انسه عملت، ما في مين يحاسب، بصير تكتم على الموضوع. هي كثير امور يمكن مخيفه للاطفال، لانه هن بسن كثير صغير وما هن اساسا وعيانين شو عم يصير معهم. تماما. دائما نحن لما بيكون في وضع صعب نحن بنعمل اجراءاتنا ليكون الاقل ضررا الاكثر فائده، اما مثل ما تفضلتي حل مثالي ما في، لانه الاحتياج كثير كبير. يعني نحن اذا حكينا عن احتياج العطف والرعايه والحنان وكل هيدي الاحتياجات اللي عند الاطفال الطبيعيه النورمال اللي هن ببيئه نوعا ما طبيعيه ومهتمه، خلينا نقول كمان الاحتياج عند الطفل اليتيم اضعف. يعني ممكن تضربيها ضرب اثنين ضرب ثلاثة على حسب هشاشته النفسية، على حسب قديه هو متأقلم مع هذا الوضع أو مستعد خلينا نقول لهذا الشيء على قد عمره. ومنشوفها نحن متفاوتة، يعني أنا بشوفها عند أطفال في لسه هيك مناعة نفسية قادرين يتجاوزوا قادرين يتجاوبوا، في منهم لا بيمروا مرحلة الصدمة لفترة شهرين ثلاثة لحتى نحن نقدر نشتغل عليها. النقطة اللي حضرتك عم تثيريها كتير مهمة، إنه هذا الدور الرعاية هو مؤسسة ولكن ما بيشبه ولا أي مؤسسة. بالمؤسسات دائما القوانين هي اللي بتكون حامية للأشخاص وللعمل، أما بدور الرعاية لا، القوانين أو خلينا نقول القواعد التربوية النفسية هي اللي بدها تكون الأساس، هي رقم واحد. ونحن بنعرف أنه أحياناً في شوية تضارب بين القوانين الإدارية والقوانين التي تعنى بالأمور النفسية، لهذيك فيها تفهم أكثر، فيها مرونة أكثر، فيها عطاء لفردية الأشخاص أكثر. هيدا الشيء بقوانين المؤسسة ما بتمشي، القانون بده يمشي على الكل. فدور الرعاية يجب أن تمتاز، يفضل أن يكون المسؤول عنه هو اختصاصي. اختصاصي مو بس اختصاصي، اختصاصي وعنده خبرة وعنده تجربة وعنده رؤية بآليات التعامل مع الأطفال، لأنه خطأ صغير بيعمل شرخ كتير كبير. خطأ صغير بيعمل أذى كتير عميق ممكن نحن ما منقدره. نحن عم نشوف نموهم خلينا نقول، وإنه هن ماشيين بالمدرسة، وفي عبارة كتير بشعة كتير بشعة أنا بسمعها، شو بدنا نقدم أكثر من هيك؟ شو ما قدمنا ما حيزبط. لا أبدا أبدا، أنا على القليلة بخفف ضرر، أنا على القليلة بخفف أذى، أنا على القليلة إذا هذا الشعور اللي حكينا عنه بعدم الانتماء والغضب كل ما خففت منه أنا قدرت أعطي فرد صالح للحياة لبعدين. كل ما عملت له توافق بحياته الاجتماعية بس يطلع من عنا. نحن ما بس إنه هذا الولد كبر ومشي ودرس وشو جاب علامات أو هيك مثل منظور بعض الأهالي، خلينا نقول يعني معايير النجاح بالدار شو؟ إنه صحتهم بخير، عم يأكلوا عم يشربوا عم يناموا عم يروح المدرسة. القصة أعمق من هيك يا جماعة، القصة تطوير شخصية، القصة أني خليه عنده استعداد لحتى يواجه مجتمع لبعدين. فهيدي أمور تحتاج إلى حدا شخص واعي، شخص حكيم، شخص أدراني يوازن بين متطلبات المؤسسة كمؤسسة وبين الاحتياجات النفسية، ويعرف أنه احتياجاته النفسية كتير عميقة عند هذا الطفل.
نعم، خبرينا يعني بأي عمر ممكن يفوت الطفل على الميتم، القبول بأي الأعمار؟ وخبرينا اليوم مثل ما قلتي يمكن الأثر النفسي هو أكثر جرح عند الطفل، المفروض أنه يتداوى ويتقوم، لأنه في أطفال من بيئات مختلفة، من شرائح مختلفة ومن ظروف مختلفة، خاصة نحن مرقت علينا ظرف الحرب، يعني خلف عنا كثير للأسف من المشاكل النفسية والاجتماعية. فخبرينا، في أطفال عم تجي متأزمة حالتهم النفسية، كيف عم تتعاملوا معهم؟ وهل في نتيجة لبعدين؟ يعني هن بحاجة مثل ما قلتي لكم كبير من الحنان والعطاء حتى نملي شوي من عندهم. يعني هلا الأعمار اللي بتفوت تقريبا من عمر الثلاث شهور، تقريبا ثلاث شهور وأقل كمان. لإمتى؟ بيضلوا لعمر 18 لحتى عمر الرشد يعني، وحتى في قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية لعمر 16 يتم دمجهم مع أسرهم، لأنه أنت بتعرفي بس ليصير بعد 18 ويكون تعودوا على جو معين وعلى بيئة معينة عم يكون في صعوبة بإعادة دمجهم من أول وجديد بأسرهم لفرق الطبائع والشي اللي هن تعودوا عليه. فهذا هو عمر الأطفال يعني مثل تعريف عمر الطفل. لكن سؤال حضرتك عن انه كيف بنقدر نحن نتعامل قدر المستطاع، قدر المستطاع في صعوبات بنواجهها، هي لحتى نخفف من اثر الاضطرابات النفسيه والمشاكل اللي بيعانوا عنها، بما انه هن يحتاجون الى جرعات زايده من العطف والحنان والامور كثير بتركز على نمو شخصيه صحيحه. هو اول شيء الاحتياجات الفيزيولوجيه حسب هرم ماسلو، الاحتياجات للغذاء وللكساء هذا اكيد سهل انه يتوفر، صح. سهل، وهذا انا اللي بدي اوجه فيه عبر قناتكم الكريمه، انه نحن مفهومنا لرعايه اليتيم مغلوط، هو انه فقط الرعايه الماديه، وان عطيناه شويه عطف ما بنعطيه بالطريقه الصح، بنعطيه بمنظور شفقه، بمنظور، وهذا كثير بيكرهه على فكره كثير. فنكون نحن في عنا وعي، بدل ما كان في عنا وعي بآلية التعامل مع هذا الطفل، كان في نقله ايجابيه لحتى يكون دمجه مع المجتمع افضل. هو بحس حاله غريب، هو بحس بعقده النقص تجاه الاخرين، فبتلاقي مثلا متطلباته احيانا بتكون اوفر شوي، ما بتتناسب مع الوضع، ما في تفاهم. في نقطه كثير مهمه كمان من احد السمات اللي هن بيكونوا فيها، اغترابهم عن المجتمع وعن طريقه التعاطي معهم بتشكل عندهم نقطه مركزيه حول ذاتهم، فبيشوفوا انه كلامهم هو المنطقي والاخرين لا. واذا كان في وجهه نظر اخرى بصعوبه ليقبلوها، هي احد المعاناه اللي احنا بنعانيها، لانه هو متمركز عن ذاته ويمكن فاقد الامان بالاخر. فقدان الامان بالاخر بخليني انا اتبنى وجهه نظري كمان، وارفض اي شيء من الاخر. فهي فيها احد المعاناه. لما نحن منأمن الاحتياجات الاساسيه يا جماعه لليتيم غير كافيه ابدا ابدا، نحن بحاجه لنعطيه خطوه اكبر هي الامان. خطوه الامان بس نقلناها نحن صار عنا استعداد اول عتبه لحتى نبلش نطور مهاراته النفسيه، حتى نشتغل على ثقته بنفسه وثقته بالآخرين، ثقته بقدراته، كيف يقدر يطورها، كيف يقدر يعبر عن نفسه. كل هيدي الأمور أول خطوة أساسية هي إنه نعطيه إحساسه بالأمان، إحساسه بالأمان ليحكي شو واجعه، إحساسه بالأمان ليعبر عن اللي حبيت وما حبيت. كل هيدي الأمور تستخدم يعني تأخذ وقت عميق وجهد كتير كبير من مقدم الرعاية، إنه يكون لطيف، إنه يكون مستوعب. أهم شيء إنه يكون مآمن برسالة إنه هذا الطفل اليتيم بحاجة إلى كم كتير كبير من الرعاية، ولكن هيدي الرعاية اللي بيهونها هي براءة الأطفال. هي إنه أنت لما بتصدقهم، إنه أنت لما بتعطيهم هنا بيردوا لك هذا الشيء، فهذا اللي بيخفف عبء هذا العمل. صحيح. وهو للأمانة جميل وممتع إذا اشتغل الإنسان بمحبة مثل أي عمل. صحيح، وهي النقطة كتير مهمة، يعني لما تقولي فعلا يمكن في ظروف نفسية وضغوطات، بس براءة الأطفال ممكن بشيء جميل بتنسي الواقع. صح. الأليم يعني. صح. ممكن يعيش بظروف صعبة، لكن لما ترسمي البسمة على وشه تماما أهون ولا كبير يعني. صح. بينسى.
خلينا نحكي عن النقطة اللي حكيتيها، هي دمجه في المجتمع. يعني لما نحكي نحن بدار الأيتام كيف يتم رعاية الطفل، لكن في خط فاصل بينه وبين المجتمع، بحس الشعور بالأمان إنه ما بيكون ملجأه. ما بنشوف يمكن هذا الدمج عبكير، يعني ليش ما بيتم دمجه من البداية، إن كان من يعني من خلال الرحلات مثلا أو المدارس، من خلال دمجه بالمحيط. يعني هي الطفل بيعاني منه لأنه أساسا هو تابع لهذا النظام التربوي، فينا نعتبره أحيانا ببعض الأوقات الناس بتعتبره قاسي نوعا ما. هلأ إذا بدي أحكي لك بمنطقية وموضوعية وحسب خبرتي بالعمل، هلأ النظريات التربوية كتير ضروري إنها تتطبق، لكن أحيانا وللأسف إنه ضمن مؤسسة أنت مضطرة إنك تمشي قوانين. يعني كتير بكون واقفة هيك وكتير من الألم إنه أنا مضطرة إني أطبق هذا الشيء، فهو بده ما حنقول أسوة، حنقول حزم. وهو بالتربية موجود هذا الحزم. صحيح. يعني بقواعد التربية ببيوتنا، بس يمكن نحن بنعوضه بالعطف. يعني لا في يعني في مرونة أكثر ببيتك، عرفتي كي؟ أما أنت لما بيكون في عندك كم من الأطفال فأنت مضطرة أنك تمشيهم وشويها بقليل من إلغاء الفردية بشوي، ولو أنه أنا بشوفها مأزية فنحن بنحاول نعوض بشي تاني، بأنشطة، بإشياء تخلي هيدا الشيء رد يرجع فرديتهم من أول وجديد. وكتير بشرح وكتير ببرر أني أنا مضطرة أني أطبق هذا الشيء لأنه نحن كم من العدد لحتى نقدر الأمور تمشي بسلاسة أكثر. النقطة اللي حضرتك عم تضوي عليها هي وعي المجتمع بالتعامل مع هدول الأشخاص. يعني مو هيدي مو مسؤولية فقط الدار، هي مسؤولية مشتركة. يا سلام عليكي. يعني من دعوة لأنشطة، من دعوة لفعاليات، من إشياء مشاركة، حتى أفراد المجتمع لما بيجوا لعند دور الأيتام بيجوا بمواسم. هيدي المواسم الأعياد وأشياء تماما مؤلمة، يعني على قد ما بتكون أحيانا ما هلا أنا درجات الوعي عند الأطفال بلاحظة. في ناس بينبسطوا، في ناس بيزعلوا، في ناس بيقولوا لك هلا تذكروا، شايفة كيف؟ فلما بتكون القصص دورية شوي، لما بتكون المقابلات أو الدعوات مدروسة أكثر، فيها احترام، مشاركة جميع القطاعات. يعني نقول وزارة الشؤون، وزارة الثقافة، وزارة التربية، كله ممكن يكون شريك في هيدي الخطوة. تمام. فهيدا الدمج كتير بيساعد الطفل انه يحس بالامان. بعد ما حكينا انه هو حاسس بالاغتراب عن المجتمع، بحسسه انه لا، المجتمع داعم لك، تأمين فرص عمل بتخصهم لهم. تمام. لانه هن في شيء من الافتئاد انه لبكره نحن وين رايحين، لبكره نحن شو حنساوي. فمثل ما بعض الوزارات او وزارة العمل بظن انه في مقاعد معينة لبعض الاشخاص، انا برتقي او بشوف انه كمان يكون في مقاعد للايتام، بحيث انه نحن نقدر تشبك الوزارات مع بعض البعض ونقدر نلاقي فرص عمل لهدول الاشخاص، لانه انتي بتساعديهم. اهم نقطة نحن بنقدر نشتغل عليها لنطلع اشخاص سويين من دور ايتام فقدوا السند، فقدوا العيلة الحقيقية بظرف أو بآخر، أكيد مو بزنبون، إنه نحن نحسسهم بالمسؤولية والاستقلالية. والمسؤولية والاستقلالية ما بتتم ونحن حاطينهم بالدار أبدا، بتتم عن طريق تجارب، عن طريق أنشطة، عن طريق فعاليات. وهيدا كلياته المفروض الدور مع باقي المؤسسات الحكومية تتشارك فيها لحتى يكون هذا الشيء مفعل أكثر، ولحتى نرصد أثره ونتيجته بطريقة أفضل. هلأ للأمانة يعني أغلب أنا بموقعي كتير بشتغل على هيدا الموضوع من خلال الأنشطة، من خلال مشاركتهم ببازارات، من خلال اشتراكهم ببعض الفعاليات، بحيث يشوفوا أنماط جديدة. هيدي المشاركة الاجتماعية بتسقلهم شخصيتهم أكتر، بتطورهم مهاراتهم أكتر، فبيكونوا قادرين يتعافوا بسرعة أفضل. نعم. طيب يمكن من خلال هيك ملامستك لبعض الأطفال الأيتام، شفتي أنه في نظرة للمجتمع سلبية أحياناً، خاصة أنه عم نشوف أنه دائماً عم يعملون بدرجة تانية مو الدرجة الأولى. اليوم قدين إحنا بحاجة للتوعية
على ضرورة أنه هذا الطفل هو طفل طبيعي، من حقه أنه يشتغل، يبدع، يدرس، يكون له مكان معين بالمستقبل. وأكيد يعني التعامل معه بطريقة طبيعية، أنه ما نناقص أو فاقد أحد الولدين، وخاصة إحنا صرنا بالقرن 21. يمكن يعني صارت قصص الفقد ممكن تصير لأي حدا للأسف، يعني هي قدرية ما بإيدنا. فده اليوم مهم فعلا، تعزيز فكرة أنه اللي بيطلع من الميتم هو إنسان ممكن يطلع إنسان فاعل بالمجتمع، إنسان له مستقبل كتير منيح. صح، هذا كتير مهم وكتير أساسي، ولكن قدين إحنا ناشرين لهذا الوعي. ثقافة التعامل مع اليتيم، أول كلمة بيقولوها يا حرام. طب ليه يا حرام؟ ما هو إنسان عنده كامل قدراته، مو ذنبه الشيء اللي صار، بحاجة رعاية. هذا واجب المجتمع، واجب المؤسسة اللي هو موجود فيها إنه يأمن له إياها. ولكن نظرة الشفقة كتير بتخلي نمو النفسي أقل وبتحسسه بالضعف. فحتى هيدي النظرة نحن نحاول لما بنتعامل معه نتعامل معه باحترام كامل، باحتواء، بتقدير لوجهة نظره. يعني أنا عز علي كتير موقف إنه جينا بدنا نسجل طلاب أيتام، تم رفضهم. طب ليه؟ وين سجلوا؟ مدرسة حكومية؟ مدارس حكومية. طب ليه؟ قال والله لا، نحن عانينا. طب إمتى عانيتوا؟ بس السنة الماضية ما في ولا أي ملاحظة من شو عانيتوا، ما كنا نحن عم نتعاون مع بعض. القانون لا يسمح لهم تماما رفضهم، الإدارة لا تسمح لهم. فهذا مؤلم جدا، عرفتي كيف؟ يعني ما كان في سبب مبرر، ما كان في سبب مقنع، لكن هيدا الرفض أو الشفقة المفتع هيك المبالغ فيها ما بتجيب أثرها. لما أنت مثل أولادنا بتتذكروا يمكن باللقاءات الماضية حوارنا مع أبنائنا، كل ما حاورتي بنضج أكبر، كل ما هو ارتقى بفكره، وكل ما حس باستقلاليته أكثر، وكل ما قدر يتبنى منك قدرات لتعبير عن رأيه. نفس الشيء هذا الطفل، ولكن يحتاج إلى فرص أوسع لحتى يقدر يتجاوز الألم اللي جواته ويتعافى منه. أكيد نشكرك أستاذة هناء نيازي، استشاري أسري تربوي، على وجودك معنا. وفعلا هذا موضوع جدا مهم، يجب أن يلقى الرعاية الكافية، مو فقط على مسؤولية جهة واحدة، هي جميع الجهات المعنية كمان، كان قطاع خاص ولا عام. شكرا كثير لك. شكرا لك على كل المعلومات.